السلاحف دائما تتعرض في الطريق للدهس من طرف السيارات. الطريق خطيرة على السلاحف كما تشاهدون، السلحفات دهستها سيارة. هذا خطر يهدد السلاحف البرية. يعني الطرقات وسط الغابات تتسبب دائما في خطر الدهس للحيوانات كالقنافذ والأرانب وكذلك السلاحف. لهذا دائما نرجو من أصحاب السيارات التمهل بعد رؤية بعض الحيوانات في الطريق ولو بطريقة مفاجئة.